وينضم إلينا من غزة السيد حسام الدجاني المحلل السياسي. سيد حسام، أبدأ معك من تصريحات مشير المصري. كما سمعنا وتبعنا فإنه أي تغيير في المقترحات المصرية من قبل حركة فتح سيشكل ضربة للمصالحة وللجهود المصرية بشكل عام. ما هي التغييرات التي تخشى منها حماس؟ يعني حماس تخشى أن تعود مصطلح أو يعود مصطلح التمكين إلى الساحة الفلسطينية، هذا المصطلح الذي فسره كل طرف بطريقة مختلفة، السلطة تتعاطى معه وكأنه إقصاء لحركة حماس. حماس تتعاطى مع هذا المصطلح ضمن رزمة بنود جاءت في اتفاق 12 أكتوبر، وبذلك هناك إشكالية في مسألة التطبيق، كيف سيكون التمكين وما هو طبيعة هذا التمكين. حركة فتح متمسكة بهذا المصطلح، وأبلغت الجانب المصري في لقاء أمس أنها مصممة ومصرة على التمكين ضمن الورقة المصرية الجديدة التي وافقت عليها حركة حماس. أعتقد أن اللقاء الثلاثي ربما يكون هو الفيصل في تحديد ملامح المصالحة وطبيعة المصالحة. الجديد أن المصالحة هذه المرة والجهود المصرية ربما تحمل معها جزرة مهمة، وهي مبادرة نيكولاي ميلادينوف، بمعنى أن الطرف الذي لم يقبل بالاشتراطات المصرية أو بالورقة المصرية سيحرم من هذه رزمة المشاريع التي سيقدمها السيد نيكولاي ميلادينوف. وبذلك لقاء حماس الليلة مع المخابرات المصرية سيكون واضحا وشفافا في اتجاه تأكيد حركة حماس على تمسكها بالورقة المصرية الجديدة وتمسكها باتفاق 2011 وباتفاق 2017. طيب سيد حسام، هذه الجزرة التي أشرت إليها هل ستكون مغرية لحماس، خاصة وأن الرجوب أشار بشكل واضح إلى تمسك الفتح بأن هناك سلاح واحد وحكومة واحدة في غزة؟ لا، الجزرة هي متعلقة يعني قرار دولي وإقليمي بإنهاء الحصار على قطاع غزة، أو على أقل تقدير تخفيف الحصار، وتأتي مبادرة نيكولاي ميلادينوف كأحد أشكال هذا التوجه الدولي والأممي. وبذلك رفضت حكومة التوافق ورئيس عباس هذه الورقة. أعتقد أن مصر ستذهب باتجاه تطبيقها بالتعاون مع حماس والأمم المتحدة والمجتمع المدني، وهذا بالتأكيد سيشكل ضربة للرئيس أبو مازن ولحركة فتح. أعتقد أن حماس متمسكة بشكل كامل بالورقة التي قبلتها بشكل كامل من قبل والتي قدمتها المخابرات المصرية. حركة فتح لن تقبل بهذه الورقة كونها ترى أن هذه الورقة تميل إلى حركة حماس وتتبنى مطالب حركة حماس. أعتقد أننا ما زلنا بعيدون عن تطبيق اتفاق المصالحة ما لم يحدث تطور دراماتيكي من هنا إلى يوم السبت القادم خلال اللقاء الذي سيجمع حماس وفتح والمصريين. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من غزة، سيد حسام الدجاني المحلل السياسي.